بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بعد عقد الثمار وانتهاء من عملية التخفيف، يفضل رش المزرعة عن الأكاروس ويسمى بحلم الغبار، ويلاحظ هذا بوجود مادة لزجة على تجمع عليها الغبار على البلح، وهي من أخطر الآفات التي تهدد المحاصيل، حيث تؤدي إلى عدم صلاحية الثمار، ويسمى عند المزارعين بغبير، ويسمى الغبار، ويسمى الفغو، وهي آفة أكاروسية تسبب فيها عنكبوت صغير الحجم يبلغ طوله تقريبا جزء من الملي، أي لا يكاد يرى بالعين المجردة، ولكن ضرر كبير. ويستحسن رش المزرعة بعد انتهاء عملية التخفيف أو قبلها بعد العقد بأسبوع أو أسبوعين، يفضل الرش لمكافحة هذه الآفة الخطيرة. ولكن أنصح جميع المزارعين وأخواني أنه بعد عقد الثمار أن يرش بمبيد عضوي أورغانيك. المبيد العضوي لا يسبب ضرر على الثمرة، ولا يسبب ضرر على من يتناول الثمرة، حيث أنه مبيد عضوي آمن 100%. ونبتعد عن المبيدات الكيماوية، حيث أن هناك بدائل المبيدات العضوية، وهناك مبيدات عضوية قوية وفعالة نستخدمها في مزرعتنا عن الأكاروس. هذه الآن موجود المنتج الموجود الآن، وأنا لم أظهر اسم المنتج لأن يهمنا المادة الفعالة، وهي مادة الماترين، وتنتج عدة شركات محلية، وهو مشهور في مكافحة الأكاروس. ولكن أي مبيد عضوي يهمنا العلامة الموجودة عليه، وهي عمل علامة النخلة، وأن هذا المبيد معتمد من الزراعة العضوية في المملكة، ومنتج طبيعي 100%، حيث أن رش الثمار في هذه المبيدات لا تسبب أي ضرر على المستهلك أو المستخدم، وهي تكفي بإذن الله تعالى. هذا ما حبيت أنوه إليه، أن على المزارعين أن يبحثوا عن المنتجات العضوية، وهي إن شاء الله في متناول الجميع، وتحافظ على صحة الجميع. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن لا نحب لغيرنا إلا ما نحب لأنفسنا. وننصح أخوان المزارعين أن ترش الثمار فقط في المبيدات العضوية، والمبيدات الكيميائية يتم الرش فيها عن الحشرات والآفات بعد الجداد، حيث لا تسبب أي ضرر. هذه الصورة تظهر الختم الموضح على هذا المنتج اللي نستخدمه لحلم الغبار، وهو منتج عضوي طبيعي 100%، يكافح الآفة ولا يسبب أي ضرر. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق.